السلام عليكم. اليوم نتكلم على المحطة لتصفية مياه البحر التي توجد في ولاية تيبازا وبلدية فوكا. إذن هذه المحطة التي عندها سعة نتاع 300,000 متر مكعب يوميا، واللي نشاهد يعني حسب الصور هذه نسبة الأشغال بها لا تتعدى 50%. إذن وللعلم أنه حاليا توجد حوالي 8 محطات لتصفية مياه البحر قيد الإنشاء في عدة مناطق من الساحل الجزائري على امتداد الساحل من الشرق إلى الغرب، ونذكر منها من ناحية شرقية عندنا محطة بولاية طارف بنسبة تحلية نتاع 300,000 متر مكعب، ويعني كلهم المحطات هذه عندها القدرة نتاع 300,000 متر مكعب ما عدا المحطات المتواجدة في الجزائر العاصمة. إذن عندنا محطة في ولاية طارف ومحطة أخرى في ولاية سكيدة، وكذلك محطة أخرى ثالثة بولاية بجاية، وكلهم على قيد الإنشاء، وهنا ثلاثة في الشرق وكاين ثلاثة في الغرب في كل من وهران وفي مستغانم كذلك تابعة للمركب لتحويل إنتاج الكهرباء بمستغانم، وكذلك عندنا زوج محطات لتحلية مياه البحر في الجزائر العاصمة في كل من باتوكاسي، منطقة باتوكاسي أو برج في برج الكيفان بالقرب من برج الكيفان، ومحطة المرسى التي توجد ب في منطقة المرسى بولاية الجزائر العاصمة. كل هذه المحطات راهي قيد الإشغال، واللي سوف تكون لدينا يعني قيمة إجمالية نتاع 2.5 مليون متر مكعب يوميا ستضاف إلى تمويل المدن الساحلية هذه، بالإضافة إلى المحطات اللي راهي قيد التشغيل يعني راهي مستعملة حاليا والمتواجدة في وهران في منطقة المقطع ومحطة الجزائر العاصمة، محطة أخرى على حسب في كاب جنات. إذن هذه هي حوالي يعني في المجموع عندنا حوالي 14 أو 15 محطة سوف تصل يعني القدرة نتاع تحلية المياه الكلية إلى 2.8 مليون متر مكعب يوميا سوف تمول إذن مدن الساحل الجزائري، وهذه تدخل في إطار خطة حكومية جديدة للاعتماد على المياه المحلات بالنسبة للمدن الواقعة على الساحل الجزائري، وكذلك ترك المياه السدود للمدن الداخلية، وبالنسبة للمدن الصحراوية يعني في الجنوبية يعني سوف تستغل مياه الجوفية مياه الآبار يعني في المدن الجنوبية. إذن هذا هو نبذة عامة عن قضية تحلية مياه البحر ومحاربة الستريس إدريك يعني محاربة الشحط على المياه. يعني هذه هي سياسة تاع الدولة حاليا بمناسبة الكلام عن محطة تاع فوكا اللي رانا نشوفوا الصور فيها. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.